السلام عليكم، هنا في بتايا تايلاند فندق أوزو، وهذه غرفة من نوع ديلاكس سي فيو. فندق أوزو جديد افتتح قريب جدا، وهو سلسلة عالمية معروفة. هذه الغرفة الديلاكس يعني مساحتها شوية صغيرة، ليست كثير يعني، لا بأس، ليست ضيقة جدا، لكن ربما مقارنة بالفنادق الموجودة في نفس المكان مساحتها أصغر قليلا. هنا البلكونة، وهنا المسابح، وطبعا موقع الفندق على البحر، هنا البحر مباشرة الساحل.